النهارده هنعمل طاجن لوبيا باللحمه، عباره عن لوبيا مسلوقه وقطع من اللحمه، كريمه، بودره ثوم وبصل، فصوص ثوم، ثوم مفروم، بهارات مع جوز الطيب، بصل مبشور، جبنه بارميجان مع جبنه موتزاريلا، ولوز وزبده طبعا. طيب اول حاجه هنعملها ان احنا هنحط الزيت، هنحطه هنا كده عشان نسخنه، والناحية التانية هنحط الزبدة عشان انا عايزة اشوح اللوبيا. هحط الزبدة مع الثوم المفروم مع هي بس عايزة تسخن شوية، مع بودرة البصل، بودرة الثوم اهي، واصلا ممكن نحطها كده لغاية ما الزبدة تسيح. الخضار والبقوليات بيبقى عادة غير اللحوم، نحطها كده لغاية بقى ايه ما تسخن كده وتسيح. طيب ابتدي بقى اتبل هنا الزيت، هتبله بالفلفل الاسود وكمان ببودرة البصل، بودرة الثوم، البهارات اللي دي 7 بهارات وبيبقى فيها جوزة الطيب، وهبتدي كده اقلبها كده. ممكن نزود الزيت شويه. هقلبها كده هنا الزبده ابتدت تسيح وتسخن، ابتديت اسمع صوتها. حط لها هنا معلقه من بودره البصل، البهارات ما نحطش في اللوبيا كتير، ونحط معلقه كمان من الثوم المفروم، ولما تتشوح كويس ممكن احط لها معلقه بصل. اهو كده قلبتهم، افرد اللحمه كده. كده انا فردت اللحمه، ولازم نتاكد ان اللحمه تبقى كلها مفروده وفي اتجاه، يعني هي ملامسه الارضيه بتاعه الطاسه، عشان زي ما اللحمه بتستوي هتبان، يعني لو هي حطيناها وكانت معوجه هتفضل معوجه، فلا لازم نفردها عشان ايه تبقى شكلها حلو. طيب ابتدي هنا بقى احط البصل، وهقلبه كده نجيب بقى اللوبيا دي نحطها كده على اللحمة. ونسيبها تغلي عشان بعد كده هنحطها في طاجن وندخلها الفرن. كده احط بقى ده في بقية المرقة اللي باقية دي كده. بس وندخلها الفرن بقى. وده كده شكل طاجن اللوبيا باللحمة بعد لما طلع من الفرن، شايفين شكله عامل ازاي؟